بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم حوديكم فندق شيلك بالاس في بورصة. هذا فندق عريق قديم، سكنوا فيه مشاهير العالم، ما تتخيلون كل مشاهير العالم سكنوا فيه. بصراحة في أحلى موقع، الطلة حقته كلها على الجبال والهواء النقي، هواء بورصة، تعرفون بورصة مصيف. فحوريكم جولة في هالأوتيل. بصراحة الأوتيل هذا السويت المودرن الحديث، كله طلاته على الجبال وعلى الغابات، وتحتكم بورصة كلها تحت، هو مرتفع في الجبل. يعني هذا شايفين كيف موديله حلو، يشرح القلب، شبابيك إلى تحت. هذا السويتات الحديثة بصراحة يعني ينشرح قلب الواحد بس يدخل السويت. الأوتيل كله ما شاء الله طلته وقعدته، هنا عاملين القسم القديم مثل ما هو، محتفظين فيه من عام 1935. هذا السويت اللي سكنت فيه إمبراطورة إيران ثريا، عاملينه تركواز لأن هي تحب اللون الأزرق والتركواز عشان لون عيونها الظاهر، فعاملينه نفسه ما غيروه، نفس الألوان ونفس الموديل ونفس، مرة كان حلو. عاملين زي الفيلا القصر الصغير اللي سكنوا فيه المشاهير والملوك والإمبراطورين الممثلين، يعني ما شاء الله لسه كبيرة. هذا سويت ثاني برضو مثل ما قلت لكم، هذا القسم القديم الكلاسيكي القديم ما غيروه. الحين نشوف هذا مين اللي سكنت فيه. هذا سكنت فيه الملكة نور، ملكة الأردن، أميرة الأردن، وبرضو مخلينه نفس الشيء. وهذا ممثلة مشهورة سكنت فيه. هذا صور الممثلين والملوك والإمبراطورين اللي سكنوا في هذا الأوتيل. بصراحة لأنه خدمة راقية، أكل ممتاز، الطلة حقته، الموقع موقع يعني اللي يبغى يجي يقضي فيه أسبوع أسبوعين كم يوم، جو مرة جميل. وبعدين عندهم خدمات صحية وطبية، مساجات، الحين كلها حوريكم إياها. هذا بعد سويت ثاني. هذولا مثل ما قلت لكم السويتات مثل ما كانت من عام 1935، مخلينها مثل ما هي، ديكورات القديمة. ووريتكم أنا المودرن. هنا الطلة حقت الفندق الأوتيل، عندهم مسبح، وتحتكم بورصة كلها. الجو خيال، في عز الصيف الجو روعة. هنا رحنا للسبا، عندهم سبا مميز جداً، يعملون مساج ويعملون عندهم ميديكال سنتر معالجة. الحين حوريكم ايش يعملون، عندهم تخسيس وعندهم ما شاء الله اشياء حلوة كبير بالمرة، ما قدرنا نصوره كله، اللي قدرنا عليه صورناه. هنا غرفة الرياضة، الأجهزة الرياضية كلها عشان اللي يجي الواحد يعمل ريلاكس هنا، يسكن في الأوتيل، يعمل الرياضة، يعمل عندهم أنواع المساجات. هذه غرفة عجيبة غريبة، معالجة بالطين، وبعدين كلها هذا طين وأملاح. اللي يجلس هنا بصراحة تحسون إن الجو نقي جدا، الرئة حسينا إن رئتنا نظيفة لما دخلنا. هذا معالج القصبة الهوائية واللي فيهم ربو واللي فيهم، مرة الغرفة حلوة ومريحة كلها. عندهم ما شاء الله عندهم دكتورات وأطباء متخصصين في علاج كل الأمراض، العظام والتنحيف والمساجات، كله على أصوله، مو يعني مساج المحلات العادية. هذا تخفيف بالأوزون، هنا يدخلون كله ما يبقى للرأس برا. هذا ما أعرف، أنا ما جربته بصراحة، بس يعني شكله مرة إنه مريح. هذه الغرفة لإذابة الشحوم، تذويب الشحوم، يعني اللي يروح هناك يدلع نفسه في هالأوتيل، كل شيء تحته، ما يحتاج يروح مصحات ولا شيء، هو أوتيل هو مصحة في نفس الوقت. هذه غرفة للعظام، شايفين هذا الهيكل العظمي، يجلسون هنا ويحطون عليهم سماعات، ما أعرف إيش يحطون. الدكتورة هنا تشوف كل شيء عندها بالكمبيوتر، يبين عندها الجسم كامل من جوا العظام ويعالجونه، كل الفقرات والعظام، شايفين مرة مرة بصراحة شيء ممتاز، يطلع الأمراض أو الأخطاء كلها اللي في العظام تبين.
أمراض الديسك والعظام عندهم دكتورة متخصصة. هذا الجهاز اللي بيحطون على الإذن يبين، وهذا بالكمبيوتر. هنا مساج خاص برايفت للرجال. هذه المسبح كبير مرة، مياه كبريتية. تعرفون المياه الكبريتية كيف؟ هذا مختلط حريم ورجال. عندهم للحريم واحد خاص مرة حلو، طبعا ما قدرنا نصوره كله حريم قاعدين، خاص يعني للحريم. عندهم مطعم عربي، أكلات خليجية السلطانة، كل الأكلات اللي يشتهي يغير من الأكلات التركية ولا الأكلات الإيطالية يجي هنا، يعني حتى اللي ما يسكن في الأوتيل يجي يأكل هنا. هذا المطعم الخاص اللي كانوا يأكلون في الملوك. الديكور مرة حلو، من عام 1935، قاعدة مريحة، أجواء تاخذ العقل مرة. أنا عجبني الديكور حقهم، هذه ألواني المفضلة بصراحة، ديكور حلو وقاعدة ملكية فخمة. وجابون الأكل القديم التركي القديم، يعني بصراحة استمتعنا، ما في دسم كثير وطعمه مرة لذيذ. الحين نشوفه كله مع بعض. هذه هي الغرفة، القسم الخاص اللي فوق السويتات اللي شفناها حقت المشاهير والملوك، وتحت هذا المطعم الخاص. بس أي واحد يقدر يأكل فيه، يطلب فيه، يعني مش بس يعني أي واحد يقول أنا أبغى تعملون لي فيه الأكل عادي. هذا المقبلات ما راح أقول لكم قديش الأكل طعمه طيب، فعلا يعني أكل طيب مطبوخ بعناية. عندهم طباخين مرة ممتازين، وقاعدة حلوة ملكية مرة انبسطنا فيها مع المجموعة اللي كانت معانا. هذا باذنجان محشي بالبرغل، وهذا حمص حاطين فوقه كنافة. هذه شوربة عثمانية قديمة باللوز والباذنجان، مرة لذيذة. أنواع سلطات جابونا بس ما قدرنا ما صورنا كل شيء. هذا الطبق الرئيسي رز، وفوقه باذنجان مهروس، وفوقه اللحمة ذايبة تاخذ العقل، مبهرة ما فيها دهون كثير، يعني خلصنا الطبق. هنا غرفة للأطفال جنب المطعم اللي يحب يحط أطفاله يلعبون وهو ياكل. تعرفوا الأطفال ما يحبون يأكلون كل شيء. وهذه السويتات، وكان يوم جميل جدا. هحط لكم الحين، شايفين اسمه شلك بورصة. شلك يعني ظاهر شلك فراولة. هذه صور من المطعم، طلاته حلوة، القهاوي اللي فيه حلوة، الخدمة ممتازة. الأسعار ترى مو غالية أبدا، يعني أرخص من باقي الفنادق اللي مستوى 5 نجوم. طبعا الطلة لحالها يعني قصة، الواحد يقعد كذا في الهواء النقي ويشرب القهوة ويتفرج على هالطبيعة مرة حلو. هذولا هنا اللي جو المشاهير العالم اللي سكنوا فيه، ما شاء الله من جميع أنحاء العالم صراحة يستاهل. وما زالوا الحديثين يجون فيه بعد، مو بس القديمين اللي جو، ما زال الأوتيل ما شاء الله من جميع أنحاء العالم. اللي يجي يعني إجازة مع ريلاكس مع مساجات مع علاجات، شيء خيالي. هذه قاعدة بعد كل كرسي من هذه الكراسي يعالج مرض للروماتيزم، كلها فيها أملاح طينية. وهذه المناظر ما شاء الله تطلع حقت الأوتيل في مكان مرتفع في بورصة، شيلك بالاس بورصة، شيلك بالاس بورصة. دوروا عليه أنا هحط لكم العنوان وشوفوا. صراحة يستاهل، يستاهل إن الواحد يجي فيه لو كم يوم. كانت خدمتهم ولقائهم رائع، وخدمتهم رائعة وأكلهم رائع. بس عاد إن شاء الله بنروح لهم مرة ثانية نعمل هالأشياء الطبية. هذا هو، أشوفكم إن شاء الله. حاولت أغير أطلعكم شوية من جو الأكل.